السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبات القلقاس باللغة العربية، رغم أن القلقاس في القاموس المصري فقط، أما التسمية المغربية هي أحسن، البطاطا القصبية. لماذا؟ لأن هي تشبه جذور القصب، ولذلك سماوها بالبطاطا القصبية، وهي خضرة خريفية بامتياز، لأنها الآن شهر 9 و10 وتبقى حتى لشهر 11. البطاطا القصبية خضرة خريفية بامتياز، خضرة خريفية، وأن سبحان الله أن الله خلق هذه الخضر كلها يعني تتخفض الكوليسترول. علاش؟ لأن الناس كيكونوا في الصيف كياكلوا اللحم سمين، وكيكونوا العراس، وكيكون الضيافة، وكيكونوا الناس خارجين عند حبابهم في العطلة، كيكثروا من اللحوم، والله سبحانه وتعالى فصل الخريف خلق فيه البطاطا الحلوة والبطاطا القصبية والصفرجل والبلوط والرمان، وهذه كلها خضار يعني تزيل الكوليسترول من الجسم، سبحان الله تعالى. وهذا هو التوازن الحقيقي. لما نتكلم عن توازن نتكلم عن منتوجات موسميه فصليه، ونتكلم عن ما يوجد في 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 هذا الوقت وفي هذه المنطقه، وليس التوازن ان نتكلم على خمس خضار وست فواكه، هذا ليس توازن، هذا يعني هذا كلام عفى عنه الظهر. مابقاش فيما يخص التركيب الكيماوي لبطاطا القصبيه، لكن لاحظوا النساء انهم لا يحبون هذا النبات لان شكله متجعد واشياء، وان الله سبحانه وتعالى كل الاشياء القويه جعلها صعبة المنال. نلاحظ على أن مثلا تين الشوكي الهندية أحاطها بأشواك، وهي رقم واحد في الفواكه التي خلق الله، رقم واحد، متبوعة بالرمان. ثم نلاحظ على أن كذلك بعض المنتوجات الأخرى جعل فيها مذاق مر مثل الزيتون، أن القلقاس جعل له شكل هكذا في يعني براعم، شكل متبرع، شكل غير محبب، نعم، وليس يعني شكل يعني سهل فيما يخص التقشير أو لما النساء يبغيو يحضروا ولا شيء، ولكن كنظن أنهم إلى زولوا هذوك البراعم الصغيرة، خليوا البراعم الكبيرة وتغسل جيد، تنغسل، تنقع في الماء أولا، لأن كيكون فيها التراب، تكون شادة التراب وداك الشيء يعني، وتغسل بالماء والخل. لماذا؟ لأن الخل هو ليس خطر، حمض الأسيتيك ليس خطر على الجسم. ثم أن ما كيديروش واحد التركيز كثير، كيدير واحد 2% ولا 5%، يعني ملعقة خل مع نص لتر ماء، ثم بعد ما تغسل هذيك البطاطا القصبية كيوضعوها 5 دقائق فهذا الماء بالخل، ثم إن شاء الله يطيبوها ولا شيء. إذا كان هذا القلقاس يتناول طازج، إلا بغاو الناس ياخذوه طازج، وأحسن يتخذ طازج، من الأحسن يتقشر، يحيدوا القشرة كلها ويحيدوا البراعم باش ما يبقاش أثر طين هذا تراب ولا أثر ميكروبات. ثم تطحن، تطحن مع ماء، ليس مع حليب، تطحن مع ماء، وممكن يضيفوا لها نباتات أخرى، يضيفوا خيار، يضيفوا مثلا هذا البنجر، الباربا، يضيفوا أي حاجة لبغوا يزيدوا معها شيء. وهي غادي نتكلموا على الأشياء اللي قوية فيها هذه النبات القلقاس أو البطاطا القصبية، أشياء قوية هي من الكوليسترول السكري، ارتفاع الضغط السكري، كوليسترول، هالثلاثة هذو يعني يعني البطاطا القصبية يعني ما شاء الله يعني كتحد منهم بواحد الشكل يعني ملحوظ جدا. البطاطا القصبية هذا أو خضرة البطاطا القصبية تحتوي على سكر الإنيولين بكمية هائلة، يعني أكثر من البطاطا الحلوة اللي تكلمنا عليها. وسكر الإنيولين هو تماثل، يعني هو جزيئة تتركب من سكر الفريكتوز، والسكر الفريكتوز كما قلنا أنه لا يحتاج أنسولين، لأن الأنسولين يحتاجها الجسم للسكريات الأخرى مثل الجلوكوز أو بعض السكريات التي يعني تستقلب إلى جلوكوز. فالبطاطا القصبية كانت تعطى قبل اكتشاف الأنسولين، كانت تعطى على شكل عصير طازج، يعني كأس كبير، كوب كبير في الصباح وكوب كبير في المساء، طازجة مطحونة طازجة، كانت تعطى لأصحاب السكري. يعني هذه أبحاث يعني أجريناها هكذا. نبات القلقاس كاين في المغرب على كاين واحد الشكل شوية يميل إلى الحمرة، وكاين واحد الشكل صفر، صفر هو اللون ديالو أبيض أصفر هكا هكذا، أصفر خفيف، كان لون التبن هذا، هو موجودة في كل نواحي المغرب، يعني كاين في السايس، كاين في ملوية، كاين في هذا في العروي جيت الناظور، كاين في الشمال، كاين بني عروس، كاين في الغرب، كاين في هي المنطقه العوامره، المنطقه الغرب والمنطقه هذه كلها هي منطقه الخضر بامتياز، كاين في دكالة، كاين في جيت الشتوكه لحد السوالم، كاين في قصب التادله، كاين في الشاويه، كاين في يعني في جميع المناطق، كاين في سوسماس الان، كاين هذه الزراعات الان الكثيره هي ديال السقويه هي في سوسماس، كاين في تنسيف، واحد مراكش، هذه كلها مناطق يوجد فيها نبات القلقاس، وين ينبت في المغرب كله، يعني المملكة كلها ممكن يزرعوا القلقاس.
السكر الإنيلين يعتبر من الألياف الدائبة، لأن كاين ألياف التي لا تذوب بحال النخالة، وكاين ألياف دائبة اللي هي السيلولوز اللي كاينين في اللفت واللي كاينين في البطاطا الحلوة، بطاطا القصبية، بطاطا القصبية على رأس كل شيء، والقرعة الحمراء، يعني هذه تجي على رأسهم. فهذه الخضر اللي غنية بالإنيلين، هي لائحة ديال ست خضر غنية بالإنيلين، هي يعني تصلح لأصحاب السكري بدون أي تحفظ. ثم سبحان الله القلقاس يجمع بين الإنيلين وما بين البوتاسيوم والفيتامين سي، إلا لاحظنا. وكاين واحد العنصر كما تفضلتي في المقدمة، المونغانيز. هي ما فيهاش كاع الأملاح فيها، ولكن المونغانيز عنده تركيز عالي، يعني مستوى عالي. الإنيلين والمونغانيز هو وسط غذائي لبكتيريا القولون، البكتيريا الصديقة. بكتيريا القولون، هو المونغانيز كيشجعها كيحفزها، ثم أنها كتاخذ الوقود ديالها، يعني التغذية ديالها كتغذى على سكر الإنيلين. هذه السكريات هي تعتبر قوية جدا. لماذا؟ لأن الخلايا ديال الأمعاء كتاخذها كوقود مباشرة، هي اللي كتنشط خلايا القولون. ولذلك احنا كنسموها البكتيريا التعايشية. معنى البكتيريا السامبيوتيك، معنى البكتيريا التعايشية، هو أنها كتعطي الأمعاء هذا الوقود، والأمعاء كيوصلوا لها هذه المكونات، يعني تتعايش. لماذا سميناها البكتيريا الصديقة؟ فبدونها لا يكون جهاز هضمي مضبوط، بدون هذه البكتيريا. أن الله سبحانه وتعالى خلقها تعيش في القولون، منهم البيفيدوس، بكتيريا البيفيدوس، وبكتيريا الحمض اللبني، هي اللي كتخلي الكوليسترول ينخفض، وهي اللي بالبوتاسيوم مع الأشياء الأخرى كتخلي أنك تشد الصفراء ديال المرارة، هي اللي كتخلي كذلك الضغط ينخفض. وهي بهذا العاملين هذو بجوج، هذا العاملين انها كتخفف الدم، كيولي الدم جاري. ثم طبعا ما كيكونش امراض القلب والشرايين. علاش؟ لان لا يمكن، من المستحيل الناس اللي كياكلوا هذه الاشياء هذه، من المستحيل يكون عندهم الهوموسيستاين في الشرايين. لان الشرايين بشنو اللي كيسدها؟ المشكل ديال الهوموسيستاين، انا الكوليسترول ما كيمشيش ديريكت. الكوليسترول غير بحال قلنا واحد جزيئه شريره كتبقى تحفز هذوك الحواديت الخبيثه في الجسم فقط. اما الكوليسترول ما كيدير والو في الشرايين، اللي كيدير هو الهوموسيستين، كيحبس على الهوموسيستين باش ما تاكس، باش ما تخرجش، كتبقى على شكل هوموسيستين، خاصها تولي سيستين باش تلاح، ما كتبقاش كتجمع تم هذا الهوموسيستين، كتحفر هذوك الشرايين من داخل. علاش؟ لان الكوليسترول كيشجعها، كيشدها، كيخليها تم، ما كيحيد لها الاكسجين، ما كتاكسدش. هنا فين كاين المشكل؟ هذا هو الحادث اللي كيخلي الشرايين تسد، هو الهوموسيستين. ثم كاين واحد العامل اخر اللي كيخلي ديك النسيج ديال الشرايين كيكون متمدد، الاستيك، كيتجبد شويه، هو الحمض النيتري. وهذا الحمض النيتري الا ما كانش، هذيك النسيج كيقصح، كيولي قصح، ما كيبقاش يتمدد، معنى الضغط كيطلع، وما كيكونش واحد يعني دوره دمويه جيده. فهذه العوامل الانيلين مع المونغانيز سبحان الله، ثم البوتاسيوم مع الفيتامين سي اللي كاينين في هذا القلقاس، وفيه فلافونويدات كذلك، يعني فيه فلافونويدات، وفيه حتى فيتوستروجينات، واحد شويه ديال الفيتوستيرول. هذه كتخلي هذا النبات القلقاس كتخليه يستهلك في كل وقت، وكتخليه يستهلك طازج، ويستهلك يعني طازج مطحون، طازج مع الخضر، ويستهلك كذلك يعني في الطبيخ، في الطبيخ هكذا مع الخضر او مع الشوربه او على شكل هذا. ويعني الاشخاص اللي عندهم هذه الاعراض وما اكثرهم، اللي عندهم سكري وارتفاع الضغط والكوليسترول والشحوم في الدم، واللي عندهم انسدادات على مستوى الشرايين، انهم النصائح ديالنا ما كتكونش ناقصه، نصائح كتكون كامله. أكيد. ونتمنى خل كمال الله، ولكن نتمنى ان نكون ان شاء الله توصلنا الى ابلاغ هذه الاشياء للناس. لا يمكن الاشخاص ياكلوا اللحوم ويستهلكوا القلقاس ويقول لك انا ما هبطش الكوليسترول. يجب ان يتوقف عن مصادر الكوليسترول اولا. كل اللحوم، اكرر ونزيد ناكد على الناس، لما اقول لحوم، كل اللحوم، يعني بدون استثناء الدجاج والديك الرومي والغنمي والبقري، كل شيء، جميع اللحوم، جميع اللحوم، والماعز، يتوقف عن والاجبان كذلك، الاجبان، الحليب، لان فيه دسل. جميع المنتوجات الحيوانيه. ثم يتناول، ماشي غير القلقاس والخضر الاخرى، هذه الخريفيه اللي تكلمنا بخير. نعم، غادي ان شاء الله السكر ديالو يكون جيد، وغادي ارتفاع الضغط يكون جيد، وغادي الكوليسترول ينقص ان شاء الله في الجسم. ثم النساء كيشتكاو من البطاطا انها تتعمل لهم غازات. نعم، ملي كيستهلكوها المره الاولى والثانيه، نعم تعمل غازات. لماذا؟ لان هناك توازن
في اعلى مستوى القولون. معنى هذا التوازن ان ما خصش يكونوا الخمائر ما خصهمش يكونوا اكثر من البكتيريا اللبنيه، من البكتيريا الصديقه. نعم. فالملكه نعم هي دابا النساء عندهم خمائر اكثر لان عندهم غزل. ملي كياكلوا بطاطا هذه القصبيه كتبدا تعاود التوازن ديال القولون، يعني غادي يبداو في الغازات واحد مرتين لما ياكلوها مرتين وثلاثه واربعه، ثم من بعد البكتيريا اللبنيه غادي تولي اكثر من الخمائر، ما غيكونش عندهم مشكل يعني بعد اسبوع يعني غادي يحسوا برسوم جيد. وانا اوصي النساء باش يكثروا من بطاطا القصبيه من هذه القلقاس، ليتوقفوا عن الحلويات والمقليات، يكثروا من هذه الخضر الخريفيه على شكل طازج، على شكل مطهي، يعني وغادي يشوفوا خصوص على شكل شوربه، وغادي يشوفوا بانفسهم بان الجسم ديالهم خفاف وبان اشياء كثيره. علاش؟ لان الكوليسترول كيتقل الجسم، المراه ما كتبقاش الحركات ديالها خفاف، كتولي تقلق، ما كتبقاش تركز، يعني الكوليسترول يعني كيتقل الجسم كيخنق. وهي من الاشياء هذه بطاطا القصبيه من الخضر التي يعني تحد من الانيميا. نعم، هشاشة العظام والانيميا. لماذا؟ لان ملي كاين البكتيريا اللبنيه كتنشط القولون كيولي الامتصاص ديال الحديد والكالسيوم جيد. نعم. ومن الخضر التي تساعد على التوتر العصبي، يعني علاش؟ لان هذا الامتصاص ديال الاملاح مانيزيوم فوسفور وحديد طبعا مع الكالسيوم هو كيحيد هشاشه العظام، يعني كيزول هشاشه العظام. ثم الانيميا هي من الخضر اللي الناس اللي عندهم انيميا خصهم يتناولوها لانها تزيد في الامتصاص على مستوى القولون. ثم المانيزيوم مع الفوسفور وكيحد شويه من التوتر العصبي. من التوتر يعني هذا مرتبط الانيميا وهشاشه العظام، التوتر العصبي مرتبط. لماذا؟ لان امتصاص الاملاح هو المشكل على مستوى القولون. دكتور نقطعك، بالنسبه لزراعه هذا يعني البطاطا القصبيه، يعني واش الفلاح كيضيف لها يعني لا لا هي ادويه او مبيدات؟ نعم، وهذه هي الاشياء. واحد الوقيته انا كنت شويه غضبت نعم واغضب لما نعم اتعصب لبلادي ولوطني. لماذا؟ لان كنشوف ان الاشياء التي لا تتطلب من الفلاح اي شيء انها اشياء قويه لا يمكن لاوروبا ان تنتجها، هي تدخل حتى في الاستراتيجيه. ثالثا انها اشياء طبيه صحيه. هذه بعوض ما هذه الامتيازات نكون المغرب استعملها ويولي قوي في الانتاج. اننا كنمشيو للزراعات التي دخلت للمغرب عبر ما يريده الغرب مثل البطاطا الروميه مثلا. وهنا كنلاحظوا كل البذور انا كنمشي ديك حتى الفلفله الشكل ديالها تبدل، ولات الفلفله صفراء، الفلفله خضراء، الفلفله حمراء، ولات قصيره، ولات مكركبه، ولات هذيك ماشي الفلفله المغرب ابدا. الفلفله المغرب كانت طويله وجيده وكانت بلديه هي وكانت اصغر من هذا الحجم اللي الدنجال ما كانش هكاك، باقي واحد النوع ديال الدنجال في الشمال، دنجال صغير وبري، هذاك احسن، هذاك احسن من الدنجال الكبير اللي البذور ديالو مستوردين، يعني البذور كلها كتدخل من برا. فبقاو حتى المطيشه كانت بلديه، كان عندنا انواع ديال الطماطم في المغرب بلديه كانوا هائلين، كلشي الناس ممكن يزرعوا حتى في البحير ديالهم، لا تتطلب لا كاربامات ولا برومير دو ميتيل ولا اي شيء. هذه فهاد البطاطا القصبيه من الزراعات اللي ما كتطلبش اشياء كبيره وتقنيات بسيطه جدا، لان يعني هي تزرع فقط تعطيها الماء، التربه ديالها تكون جيده طبعا وتعطى ماء. لحد الان الفلاح الان اللي كيديروا البطاطا الحلوه، ولو ان بعض المرشدين تيقول لهم خصكم ديروا، ما خصهمش يديروا مبيدات. لماذا؟ لان هما كيخافوا غير من ديك الديدان اللي تحفر هذه المسائل هذه. فبطاطا القصبيه ما كتقربش لها الدوده نهائيا، ولا بطاطا الحلوه، قليل كاين قليل. علاش؟ لان حتى التربه الفلاحه اللي كيزرعوا فيها بعض الانواع الاخرى ديال الخضر، كاين انواع ديال الخضر اللي كتدخل معاها جراثيم طبعا، لان البذور مستورده ما خص بعدا على الاقل يكون واحد المراقبه. هذيك الجراثيم كتبقى في التربه، لن يقدر احد على قتلها ولا ازالتها من التربه. هذا هو هذه المصيبه. هذه المسائل هذه خصنا نتنبهوا لها، خص المنتوجات ديالنا تبقى نقيه، وخصنا نكونوا حذرين جدا من البذور. حذرين. دكتور علاش مثلا حنا واش ما عندناش البذور؟ علاش عندنا البذور؟ عندنا البذور، ولكن الفلاحه ديالنا ديك كثره كاين اراء، ماشي اراء، اغراءات او الدعايه. اغراءات، كيجيو عند الفلاح تيقولوا لي شوف القطار ديالك ديال البطيخ كيعطيك يلاه 2 طن، عندنا واحد البذور كيعطيك 100 طن. الفلاح ملي كيسمع الطوناج، الطوناج يعني فلوس طبعا، كيمشي
بحال دابا بعض الانواع ديال الزيتون اللي دخلت قالوا لي تعطي 40%، ولكن من دابا 10 سنين هذاك الزيتون راه غنقلعوا، هذيك الارض راه غادي يمشي صافي، ولا حتى الانواع الاخرى ربما تمشي. كنطلب من الدكتور يعني الطريق المثلى والفضل يعني اللي طهي هذه البطاطا، خصوصا ان الناس كتشكى من الغازات اللي كتسببها. يعني واش نديروها يعني مثلا طاجين مع اللحم، واش البكري او لا يعني دجاج او لا هذا او لا او لا، ولا كنديرها بوحديتها؟ وكنعرفوا بان يعني الطبخ المغربي يعني كي يعني كيتميز بكثره التوابل. فعلا. اذا شكرا شكرا ام يحيى. المراه المغربيه ولات كتسول على الطبخ، المراه المغربيه هي بارعه، هي فعلا خبيره. ولكن الدكتور هنا مساله القصبيه كيطيبوها على شكل خضره اللي قلتي لنا، ما نجمعوهاش مع اللحم ولا مع لا، اللي باغي يشرب البطاطا القصبيه وعنده هاد الاعراض ديال الكوليسترول والقلب وارتفاع الضغط يبعدها. هادو ممنوع عليهم اللحم اصلا، تكلمنا عليهم. هادو اللحم اصلا ممنوع عليهم. اذا الانسان اللي باغي يستافد منها عادي وباغي يستافد منها فهي خضره جيده، يخضر بها اللحم، يخضر بها بحال القرعيات بحال القرع السلويه بحال يديرها مع اللحم، يديرها مع بحال الخيزو بحال حاجه، هذه كيخضروا بها عادي جدا. والا خضروا بها يديروا معها البصله، يكثروا معها البصله، يديروا بطاطا القصبيه والبصله. وكاين اللي الان كيجمعهم لان الله سبحانه وتعالى خلقهم في هذا الوقت يتجمعوا بطاطا الحلوه وبطاطا القصبيه في نفس الطاجين في نفس الطبيخ، لما لا. واللي بغى يعمل احسن هو في المساء مع الخمسه ولا سته العشيه، يحضروا النساء شوربه، يطيبوها، يطيبوا البطاطا الحلوه بطاطا القصبيه، يزيدوا معهم البصله، يزيدوا معهم توابل بحال الكركم، ويطحنوهم في الماء ديالهم، يطحنوا في الماء ديالهم، غادي يكون غادي يشوفوا راه غادي ملي غياخذوا غادي يعرقوا، غادي يحسوا بواحد العرق عجيب هذه، وغادي يشوفوا ان الجسم ديالهم. علاش من العرق؟ لان المعنى العرق، العرق ان الجسم يرمي هذيك السموم، كاين سموم كتخرج مع العرق. وغادي يشوفوا بان يعني ملي غادي يستهلكوها واحد الاسبوع واسبوعين غادي يشوفوا حتى البشره ديالهم غادي تتبدل حتى البشره. علاش؟ لان كتعمل واحد الكلينس ديتوكس، كتغسل الجسم، وهاد هاد الكلينس يعني كتغسل الجسم من مواد السامه، والمواد السامه هي اللي كتغلق هذيك الثقب الصغيره ديال الجلد اللي كيتنفس منها، اللي كيخرج منها هذيك الاشياء اللي خصوص الاملاح. هنا كيلاحظوا الناس ملي كيعرقوا كيدوزوا يديهم على وجههم كيلقاوها ملسه. علاش؟ لماذا ملس؟ لان هذوك الايونات ديال البوتاسيوم صوديوم هذيك الاشياء اللي كتخرج برا هي اللي بحال الصابون يعني كتملس الجلد، فهذا دليل على ان الجسم يرمي املاح، وما خصش العرق يبقى بزاف على الوجه لان كيحرق هذيك الاملاح. ربما خاصهم يغسلوا بالماء دافي، ماء دافي، يغسلوا بالماء دافي. وحتى النساء اللي في العمل يبقاو يغسلوا وجههم في العمل، لان كاين اللي كدير واحد الكريم ما كتبغيش تغسل، وهذا خطا. الا كانوا يغسلوا غير وجههم بالماء دافي 5 مرات و7 مرات في اليوم، ما محتاجينش الكريمات ابدا. لا يمكن، لان غير يزولوا ديك هناك واقي للشمس الشيء اللي كيستعمل. لا لا، ليس واقي للشمس، لا ليس واقي للشمس، غير النساء ما كيبغيوش يعني كيكونوا عندهم اثار ديال الحريق ولا حاجه كيبغيو يغطيوها، ولكن ما ماشي مشكل عليه، ليس هناك مشكل، ما خصهمش، غير عندهم واحد العقده ديال الوجه للنساء فقط، خصهم غير يتفاداوها، ما نظنش يكون عندهم مشكل. ومن الاشياء هذه، من الاشياء التي من المواد الغذائيه التي تزين البشره والتي تنقص من الوزن، تنقص من الوزن وحتى شكل الجسم، هي بطاطا القصبيه وبطاطا الحلوه. نقدروا ناكلوها كل نهار، تاكلها كل نهار ومرتين في النهار، ونقدروا نخزنوها كما قلتي في المجمد، تخزن في المجمد، تغسل مزيان وتقطع طريفات صغار ودار تلف واحد الورق ولا ثوب ودار في كيس بلاستيكي ودار في المجمد. دائما كتنصح الدكتور نديروا الحاجه في الثوب وعندي نعم البلاستيك، باش ما تدارش مباشره على البلاستيك، لان واخا كيكون هذاك يعني البلاستيك تيقول لك راه هو غذائي زعما. لا، ليس هناك بلاستيك غير مضر، ما عندناش، حنا ما عندناش في البحث العلمي ما عندناش بلاستيك غير مضر، كلشي مضر، وليس هناك سيجاره جميله وسيجاره خبيثه.